حياتنا بلبنان. قلبي وعقلي مع كل لبناني ولبناني بهالبلد. للأسف مع أنه هيدي مفروض تكون لحظة مهمة بتاريخ هيدا الوطن، أنه عم نقدر نعمل لأول مرة شغلة يلي منعتز فيها بمكننتها وبشفافيتها، لكن هيدي عم تجي بوقت انه وصلنا بلبنان لدرجة انه عم نعطي المواطن بطاقة تمويلية. وللأسف من وقت ما تسلمت هالوزارة الأزمات عم تتسارع وتتراكم علينا وعليكم، من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية الخانقة لتداعيات الإغلاق العام اللي فرضوا جائحة كورونا، مروراً بانفجار المرفأ المروع وطوابير الزل اللي كلنا عم نشوفها كل يوم على محطات الوقود الأفران والصيدليات، على وقع انهيار سعر صرف ليرتنا والتضخم المفرط يلي عم نعيشه. طموحي كان إنشاء شبكة أمان اجتماعي دائمة وليست مؤقتة لكل اللبنانيين واللبنانيات، وقاعدة بيانات موحدة لنضم وصول كل مساعدة ونضمن أنه توصل لمستحقيها وحق بالعيش بكرامة بهذا الوطن، وطن الأرز. حاولنا كحكومة على قد ما منقدر نوقف حد المواطن اللبناني بهيدي الظروف، ومن هون كانت فكرة بطاقة الدعم. بعد ما شفنا انه الدعم عم بيوصل للناس يلي بيستحقوا وغير اللي بيستحقوا، وصار ترشيد الدعم حاجة. قدر ما انا فخور انه قدرنا نطلق هالبطاقة، قدر ما انا حزين مثل ما قلت لكم على لبنان اللي وصل لهالوضع يلي عم نمر فيه. يمكن تقولوا تأخرنا، وحقكم تقولوا هالشي، لأنه الوجع ما بينظر ولا بينتظر ولا بيفرق بين شخص والتاني، ولا اللي مرقتوا فيه بسنة العشرين من التسعتاعش لحد اليوم يلي هو قدرة الكل على التحمل. اشتغلنا كوزارة شؤون اجتماعية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبمساعدة تقنية من البنك الدولي على إعداد خطة للانتقال من دعم المنتجات والسلع لدعم الأسر عبر تحويلات نقدية من خلال برنامج دعم يلي من شأنه توسيع شبكة الأمان الاجتماعي. هالبرنامج هو نتيجة عمل مضني واجتماعات ماراثونية مع رئيس الحكومة ونائبة الرئيس، وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن تم إقراره بمجلس النواب بحزيران الماضي. صحيح أنه الحكومة استقالت بعشرة آب 2020، لكن نحن كملنا عملنا وما قعدنا. بالوقت يلي كنت عم ننتظر تشكيل حكومة جديدة تابعنا عملنا وتقدمنا لمجلس النواب بأربع سيناريوهات وتصور أولي لترشيد الدعم بـ 21 كانون الأول 2020. الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مشروع القانون المعجل الرامي لإقرار بطاقة الدعم وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، وعلى مشروع مرسوم بإحالة القانون المذكور إلى المجلس النيابي بـ 26 أيار 2021، تلاه إصدار المرسوم 7797 القاضي بإحالة مشروع القانون إلى إقرار بطاقة دعم وفتح اعتماد استثنائي لتمويله. بـ 28 حزيران 2021 بموجب الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب تعهدت الحكومة تنفيذ برنامج ترشيد الدعم،
والمسند إلى إقرار اللجان المشتركة لمعدل بطاقة دعم بمبلغ قيمته الوسطية 93 دولار وحده الأقصى 126 دولار أمريكي. ب 30 حزيران 2021 أقر مجلس النواب مشروع القانون. فإذا إقرار القانون كان ب 30 حزيران 2021 الرامي إلى الإجازة للحكومة أن تصدر بطاقة دعم الإلكترونية ولمدة سنة كاملة وبفتح اعتماد إضافي بقيمة استثنائية 556 مليون دولار أمريكي. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ب 22 تموز 2021 وبتاريخ 6 آب انتهت اللجنة المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء من وضع معايير وآلية التطبيق التمويلية الإلكترونية خلال المهلة 15 يوم المنصوص عليها بالقانون. ومؤخراً ب 11 آب 2021 طلبت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات والجهات المهنية تسمية ممثلين عنهم باللجان التقنية التي ستشرف على الرقابة بإدارة التفتيش المركزي. تقديمات برنامج دعم، هالبرنامج رح يستفيد منه 500 ألف أسرة بمعنى أدق. وهلأ معالي الوزير نعمة هيمشي معنا على سلايدز بعد شوي. بمعنى أدق 25 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة اللي بتستحق الإعانة، حد أقصى 5 أفراد، إضافة ل 15 دولار إضافي لكل أسرة عندها مسن فوق ال 64 سنة، وبحد أقصى للعائلة 126 دولار كما نص القانون اللي صدر مجلس النواب. بيتم دفع المبلغ بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف بالسوق الموازي وقت الدفع. خلينا نكون واضحين، وقت الدفع يا بالدولار أو بسعر الصرف بالسوق الموازي مباشرة إلى رب الأسرة عبر بطاقة إلكترونية أو تطبيق محفظة على الهواتف الذكية أو من خلال شرك تحويل الأموال. التمويل المخصص لهالبطاقة له مصادر عدة. صحيح أنه انفتح بند استثنائي بالموازنة، لكن عم نحاول نجيب تمويل من قرض البنك الدولي اللي موجه لمشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا، وكمان من حقوق السحب الخاصة اللي معرف بالأس دي آر يلي بيجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء. كيفية تقديم الطلب كله على الطريقة الإلكترونية. هلأ هنمشي عليهم على السلايدز على الرابط دعم.impact.gov.lb. مهلة التقديم ابتداء من 15 أيلول إلى 15 تشرين الأول 2021 مع إمكانية تمديد هالمهلة للأشخاص اللي ما عندهم بطاقة تعريف يعني الهوية. هالبطاقة هي بطاقة تمكينية مؤقتة إن شاء الله بتساعد الناس على تحمل بعض من الأعباء الاقتصادية بهالظروف الصعبة. هي سند للمواطن بس ما بتحل المشكلة كلها يلي كانت نتيجة لسياسات اجتماعية خاطئة على مدار 30 سنة الماضية. هالبطاقة هي شمعة بوسط الظلام، أكيد ما رح تحل المشكلة بس رح تخفف من وقع الأزمات علينا وعليكم. وبفضل إنه نضوي هالشمعة بهالظلمة بدل ما نضل نلعن الظلام. بعض وسائل الإعلام والسياسيين السابقين والحاليين قوسوا على هيدي البطاقة قبل ما تنطلق. حقهم تفقدوا الثقة بعد يلي صار على مدى 30 سنة
بس أنا بدي منكم تنتظروا وتشوفوا النتيجة بعدين بتحكموا. بالتجربة والاختبار تكتشفوا إنه هالبطاقة بعيدة كل البعد عن الاستنسابية، وهي مش بطاقة انتخابية أبداً. رح يكون في نظام لتلقي الشكاوى والمظالم، وفيكم تتصلوا على الرقم الخط الساخن عند إطلاق المنصة يلي هو 1747، أو تتوجهوا إلى مراكز الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات يلي حتعرفوا أساميها من خلال الرابط إذا بدكم مساعدة، وتبلغوا كمان إذا لقيتوا حدا غيركم أخذ هالبطاقة وهو غير مستحق. إلى جانب هيدي البطاقة في مشروعين بحب شير إلن، لأنه من خلالهم رح نقدر نرفع مستوى المستفيدين من شبكة الأمان إلى 750 ألف أسرة. المشروع الأول هو المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة الاقتصادية وأزمة كوفيد، هو بيتكامل مع بطاقة دعم يلي اسمه بالإنجليزي ESSN Emergency Social Safety Net. هيدا المشروع بيمتد على 3 سنوات، قيمته 246 مليون دولار، ممول بقرض طويل الأمد منخفض الفائدة من البنك الدولي، ومن شأنه تأمين تحويلات نقدية وتيسير الوصول للخدمات الاجتماعية النوعية ل 160 ألف عائلة لبنانية يلي بيعانوا من فقر مدقع والفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً بالأزمة الاقتصادية. هناك أيضاً اتجاه لرفع هيدا المبلغ في حال تبين أنه في عنا شفافية بالتطبيق، وحنطلب مساعدة إضافية إن شاء الله من البنك الدولي. المشروع الثاني هو البرنامج القائم بوزارة الشؤون، البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، هو مشروع بلش العمل فيه بسنة 2011، لمن جينا على الوزارة كان عدد المستفيدين 10,000 أسرة، ولحد الآن قدرنا نرفعه ل 36,000 أسرة، وإن الله راد دبرنا نحن المبلغ من المانحين الأوروبيين لنقدر إن شاء الله نوصل ل 100,000 أسرة لبنانية. هالأشخاص بالبرنامجين اللي ذكرتهم هيستفيدوا بمبلغ 25 دولار كمساعدة مقطوعة لكل عائلة، بمعدل 20 دولار لكل فرد بحد أقصى 6 أفراد مع مساعدات تعليمية. وهلأ أملنا يكون بخطة اقتصادية متكاملة بتخرج الناس من هالحالة ومن هالمشاكل اللي نحن وصلنا لها، وبتحطنا على السكة الصحيحة للتقدم، علما انه حكومتنا اللي استقالت نحن بآب الماضي كانت تقدمت بمشروع للآي ام اف، وهيدا المشروع للأسف توقف مع انه الآي ام اف وافقت لنا مبدئيا على هالمشروع اللي تقدمنا فيه كخطة اقتصادية. هلأ بترك الكلمة لمعالي وزير الاقتصاد والتجارة دكتور رؤول نعمي ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية لإطلاعكم على مزيد من التفاصيل حول هالبطاقة وطريقة الاختيار والمعايير المتبعة لضمان الشفافية حتى توصل لمين بيستحق. تفضل معالي الوزير. اولا ناطر تسكتوا، انا بدي اذكر انه الحل المضبوط واللي لازم ينعمل باسرع وقت ممكن هو انه يكون في حكومه جديده،
ويا ريت هالمؤتمر مش نحن عملناه بس حكومة جديدة عملته. كنا انبسطنا كتير انه حكومة جديدة تكون قاعدة هون وهي عم تطلق هالبرنامج. حكومة بعدين برنامج مع الاي ام اف حتى نظهر من هالأزمة بشكل مستديم مش ترقيع. وبدي اذكر كمان انه وزارة الاقتصاد والتجارة بآب 2020 طلعت خطة لدعم الأفراد والأسر كاش دغري للأسر حتى نقدر نوقف كليا وقتها كل الدعم على كل شيء، مأكولات، فيول، بنزين، مازوت وشو اسمه. وكانوا المبالغ بوقتها للأسر أعلى بكتير من اللي اليوم نحن رح نوصله. وكنا وفرنا لو عملناها وقتها 3.5 مليار دولار على الوطن وعلى المودعين وعلى اللبنانية. نحن هلأ محل ما نحن مثل ما فسر معالي الوزير ومعه حق باللي قالوا انه هيدي ما بتكفي. بس خلينا نقول لكم على السريع هلأ شو المعطيات. كل شيء عم نعمله، كل خطوة عم نعملها، كل خطوة عم نعملها بالاتفاق مع البنك الدولي حتى نقدر نأمن الشفافية وتحت إشراف والتفتيش المركزي حتى نقدر نأكد لكل المواطنين اللبنانية إنه نحن اللي عم نعمله لألهم، مش للسياسيين، مش للبطاقة، مش للانتخابات وما بعرف شو مثل ما عم بينحكى. نحن بدنا ندعم جميع الأسر يلي عايزة تندعم. ما عم نجرب ننقي مين الفقير، عم نقول مين الغني. بدنا نشيل الأسر يلي منا عايزة. هيدا تغيير كبير، هيدا يلي عم بينعمل هلأ ببلاد العالم يلي بحالة مثل لبنان أو أضرب من لبنان. ما منقعد نتطلع نجرب نشوف مين الفقير، لا، مين عايز مساعدة كمان، لا، مين الغني، مين يلي منه عايز. هيدا يلي بدنا نستثنيه من هالبرنامج. مثل ما قال تفضل وقال معالي الوزير، نحن رح نعطي 25 دولار لكل شخص. إذا في مسنين فوق ال 64 رح نعطيهم 15 دولار لكل شخص فوق ال 64 إضافة على ال 25، وبس الماكسيموم على كل عائلة 126 دولار. الأفرج رح يكون حسب الإحصاءات اللي عنا إنه لكل عائلة رح نعطي 93 دولار تقريبا. هلأ مهم نعرف شو يعني لما نحكي أسرة. أسرة ما عم نقول يعني بي وأم وولاد، عم نقول مين عايش بزيت البيت حتى إذا منهم أقرباء ماشي الحال. مين عايش بزيت البيت ومين رب العائلة؟ رب العائلة اللي عم بيقوم بالعائلة. أوكي، هول الشغلتين اللي مهمين رح تشوفون بتعبئة الاستمارة. بدنا رب العائلة يعبي الاستمارة ويعبيها عن كل أفراد الأسرة يلي هي مثل ما قلت لكم كل الناس اللي عايشين بالبيت، يكون الجد الست أو كمان أخت خي أقرباء أصحاب يلي عايشين بزيت البيت. كيف رح يتقدم الطلب؟ الطلب حتى ما يكون في استنسابية في يتقدم على التليفون، في يتقدم على الكمبيوتر، مين ما كان بيفوت على الانترنت بيعبي. بس كمان حتى نقدر نساعد الأشخاص يلي بركي ما بيعرفوا يستعملوا التليفون أو الكمبيوتر أو ما عندهم تليفون أو كمبيوتر، فيهم يروحوا على مراكز الوزارة أو فيهم كمان يروحوا عند NGOs. ليش NGOs؟ حتى ننسى كل الاعتبارات السياسية يلي عم بينحكى فيه بالأسف بالجرايد وعلى التلفزيونات وبالميديا. دونك هولي عم نتأكد انه كل الناس اللي بدهم يتسجلوا فيهم يتسجلوا. وعلى على هالرابط رح يكون فيه كل الادريس تبع
هالمناطق اللي واسامي الان جي اوز كمان يلي جمعيات يلي فيهم يساعدوا الاسر والمواطنين تيعبوا. هلا اذا حدا ما قدر يعبي في الخط الساخن، يعني عنده سؤال شو يعني هيدي، كيف بعبي هالمحل بالاستماره، في روح على مركز تبع الشؤون الاجتماعيه او في روح لكن على الجمعيات. شو رح نطلب معلومات؟ رح نطلب معلومات اللي عايزينها حتى نقدر نستثني الاغنياء الميسورين. هيدي هي المعلومات يلي رح نطلبها. رح نجي نقول اولا بدنا نتاكد انه ما عم نعطي لذات الشخص مرتين، دونك بدنا رقم الهويه. ثانيا اذا حدا عنده جواز سفر بدنا نعرف شو رقم جواز السفر. ليش؟ لانه بدنا نتاكد هو عايش بلبنان او برات لبنان. بالمعايير هلا اللي بتشوفوها هو اللي كثير مهمين. رح نطلب كمان دفاتر تسجيل السياره، معلومات عن السيارات يلي الاسره عندها اياها. رح نطلب كمان معلومات عن البنوك، انه عندك حسابات بالبنوك، اي بنوك اي رقم، حتى نقدر نتاكد قد ايه عندهم مصاري بالبنك، لانه اذا ميسورين ليه بدنا نجي نعطيهم مصاري من الدوله. وثالث شغله رح نطلب كمان رقم التعريف الضريبي. ليش؟ لانه بدنا نروح نتاكد انه لما قالوا لنا انه نحن الدخل تبعنا هالقد، نروح على رقم الضريبه ونتاكد من وزاره الماليه انه يلي التصريح يلي انعمل مزبوط. كثير مهم انه ينتبهوا رب الاسر والاسر لما بيعبوا الاستماره ما يعطوا معلومات غلط، لانه نحن رح نتاكد من المعلومات. شو هي الشروط الاساسيه؟ يعني قبل ما رب الاسره يبلش يفكر انه بده يعبي الاستماره، في بالقانون جمله بتقول انه يلي بيعبي الاستماره عم بيرفع السريه المصرفيه مطلقا، يعني مش انه في يرفعها او ما في يرفعها، شو انه بيعبي رفعها. يعني نحن رح ناخذ معلومات يلي رح يعطينا اياها، رح نبعتها على مصرف لبنان، ومصرف لبنان رح ياكد لنا اذا هالشخص عنده او ما عنده حسابات وقد ايه عنده بالحسابات. يعني كل رح يكون عنا نقدر نفوت على حسابات الناس، حتى اذا قال انا ما عندي حسابات مصرف لبنان رح يقلنا مزبوط او مش مزبوط. وكثير مهم كثير مهم انه ما يكون في غلطات بهالتعبئة الاستمارة، لانه رح نتاكد وفي مسؤوليه لما بنتاكد. يعني واحد اعطينا معلومات غلط في مسؤوليه. كمان نحن رح نعطي المصاري لشخص بالاسره، بس نحن عم نعطي 25 دولار لكل فرد من الاسره. لازم يفوضوا، لازم كل واحد من افراد الاسره يلي منهم كاسرين يفوضوا رب الاسره انه يقبض عنهم. دونك هيدا كمان لازم رب الاسره قبل ما يبلش يعبي يقول يفهم منيح انه هول هن المعايير الاساسيه يلي لازم تنعمل قبل ما يبلش يعبي. امتين ببلش تقديم الطلبات؟ من 15 ايلول، من 15 ايلول 9 على بكره 9 الصبح لحديث 31 تشرين الاول. اوكي، بس يلي ما عنده هويه رح نعطيه مجال يجي يعبي رقم الهويه لاخر السنه. اوكي، دونك باسرع وقت ممكن. يلي ما عنده هويه لازم يروح يطلب هويه، وبده يفوت بهالبرنامج دعم، لازم يروح يطلب هويه حتى يطلع له هالهويه باسرع وقت ممكن. شو رح يصير هلا؟ 15 شهر بنبلش التسجيل. لما ببلش التسجيل رح نبلش نحن دغري تقريبا، يعني بظرف كم يوم رح نبلش نعمل التقييم انه حسب المعايير هل هالاسره فيها تستفيد او ما فيها تستفيد. في عنا شويه بروجرامينج نعمله، لانه هلا كنا عم نعمل كل البروجرامينج للاستماره، تقريبا خلصنا الاستماره. لازم تكون شغاله قبل 15 شهر، كل شيء لازم يكون شغال قبل 15 شهر.
بعدين بيضل لنا كم يوم حتى نعمل هالبرنامج، حتى نعرف مين فيه يستفيد ومين ما لازم يستفيد. دونك هيدا التقييم. رح نبلغ دغري رب الأسرة انه انت فيك تستفيد، وهيدا المبلغ نبعث له اس ام اس، رح يعطينا رقم التليفون تبعه او رقم حدا بيعرفه اللي فيه توصل له هالرسالة. بعدين رح نحول له المبلغ حسب الآلية اللي حكي فيها الوزير، معالي الوزير. بعدين عنا كل شيء مراقبة وإشراف وتدقيق. رح يصير في كمان زيارات منزلية حتى نتأكد إنه المعلومات مظبوطة. ما رح نزور 500,000 عائلة، بس رح نزور يعني حسب شو بتبين منيح لنا عدد العيال، بس رح يكون عدد كتير كبير، لأنه هيدا كمان بيفوت بخطة الإياساسان اللي حكي عنها معالي الوزير، لأنه يلي بده يستفيد من الإياساسان كمان لازم يتسجل هون. هيدا التسجيل لكل مشاريع الدولة لتساعد العيال اللبنانية. هذا البرنامج سميناه دعم، هي شيء لأنه الواحد بيتذكره، وكمان دعم.impact.gov.lb المعلومات رح تكون كلها على مع هذا الكيو ار كود. مزبوط، يعني في الواحد يفوت على السايت مع الكيو ار كود. ما كمان عنا الخط الساخن يلي هو 1747 صاري منه مبين لأنه في اوكي 1747 حتى يقدر الكول سنتر يساعد المواطنين والأسر. كل عائلة بدها تتسجل إلى حق تتسجل. ما في حدا فينا نقول له ما تتسجل، ما حدا بدك تسجل تسجل تسجل. نحن بعدين رح نقرر إذا بيستفيد أو لا، بس مين ما كان حيالله عائلة بلبنان لبنانية مقيمة بلبنان فيها تتسجل. ما في حدا يجي إلا مين ما كان يعني يقول لا أنت لا لا أنت لا فيها تتسجل. تاني شغل، طب نحن كمان عنا برنامج بدنا نطلقه، بدنا نساعد العيال. يعني إذا حدا بيعرف إنه هو ميسور ما إنه عايز هالمساعدة، خلي هو يقرر إنه ما يتسجل. دونك نحن بنتمنى من هالأسر الميسورة ما تتسجل، فنخلي مجال للي عايزين هالمصاري حتى ما يشغلونا على الفاضي بالمراقبة والوال اللي هلأ حكيتكم عنا قبل. طب نحن شو هن المعايير؟ جربنا إنه بالأول كان عنا ليستة معايير شي 20 شغلة، بعدين قلنا بدنا نسهلها شوي على المواطنين، رح ناخد كم معيار بس معايير أساسية. أولاً بدنا إياهم يكونوا مقيمين بلبنان، لوك قلنا لازم يكونوا مش يعني ما لازم يكونوا برات لبنان فوق 90 نهار. يعني إذا عايشين برات لبنان فوق 90 نهار يعني منهم عايزين. يعني إذا في الواحد يقوم بمصاريفه 90 نهار برات لبنان، ما بفتكر عايز هال100 دولار أو 126 دولار يلي الدولة بدها تعطيه. إذا واحد عنده دخل سنوي 10,000 دولار فريش، 10,000 دولار فريش أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالسوق الموازي أو باللولار، هيدا كمان إنه منه عايزنا. أو يلي عنده إجمالي ودايعه بمصرف لبنان كمان 10,000 دولار فريش، يعني عم نحكي تقريبا 200 مليون 180 مليون اليوم ليرة بالبنك، أو 50,000 دولار لولار يعني دولار مصرفي. يعني ما عم نحكي مبالغ صغار، هولي منهم عايزين، هولي لازم يقدروا يدبروا حالهم، ميسورين كفاية حتى بنساعدهم. إذا واحد عنده بدل أجار 3,500 دولار كمان فريش، كل شيء هون دولار عم بحكي دولار فريش، يعني كمان إنه هيدا لازم يكون بيقدر يقوم بمصاريفه. إذا عائلة عندها أكثر من 3 سيارات كمان
وسيارات يعني مش عمرها 10 سنين. مشان هيك قلنا انه التسجيل يعني تاريخ الصنع 2017 ما فوق و2018 للتسجيل. ليش قلنا اكثر من 3 سيارات؟ لانه العيال يعني اذا عندك شخصين كل واحد عم يشتغل محل بكونوا عايزين سيارتين، ما رح نجي نقول لهم لا اذا عندكم سياره واحده خلاص او سياره، لا سيارتين للاسره. عم نجرب نساعد الاسر. نحن ما بنزعل اذا في كثير اسر، لما عم نحكي 500 الف اسره او 750 الف اسره مع البروجرام تبع اليسسان يعني 75% من الاسر اللبنانيه، لانه حسب كل الاحصاءات في 75% من الاسر اللبنانيه عايزه مساعده. دونك نحن عم نمشي على هالاساس. بعدين عنا اللي الاسر اللي بتستعين بالخدمات بالاجانب. اوكي، طب اذا عم بيجي بدفع انا 200 او 300 او 400 دولار بالشهر، انه ليه عايز 100 دولار من الدوله اللبنانيه؟ بس انا اذا في اشخاص مسنين بالبيت او معاقين او عندهم حاجات، لا نحن هيدي معلش ما بنقبل، ما بنستثني. دونك لهالغرض هيدا نحن بنستثني وبنقبل انه يكون في خدمه اجنبيه بلبنان. اليوم في برنامج حياه يلي ماشي ويلي عيال عم بيقبضوا من هالبرنامج، هولي كمان مستثنين، يعني ما رح يقبضوا مرتين، بيقبضوا مره، كمان مستثنين من هيدا البرنامج. بعد مرة يلي عايزين مساعدة فيهم يتلفوا لل 17 47، يلي بيكون ببلش يمشي، مش هلا ببلش يمشي 15 شهر كل شيء ببلش، يعني الويب سايت، الخط الساخن، تعبئة الاستمارات، كله ببلش 15 شهر ان الله راد. واذا ما فتنا بمشاكل تقنية منا منتظرينا، نحن بنقول 15 شهر لازم نكون حاضرين، وإن الله راد بركي كمان نبلش قبل. إذا فينا نبلش قبل كمان لحتعملوا من الأسر اللبنانية إنه فينا نبلش قبل، لأنه أخدين شوية، لما نقلنا 15 شهر عم ناخد شوية احتياطات تقنية، بس 15 شهر نحن واسقين إنه فينا نبلش. الخط الساخن رح يمشي من 8 على بكرة للخمسة بعد الظهر كل يوم أسبوع مش عطلة، ورح يعني كمان لازم كلنا نفهم انه خط الساخن يعني عنا تقريبا شي 30 40 تليفون ماشيين كل الوقت، ان شاء الله نقدر نلبي. بس اذا ما قدرنا نلبي على الحيريك معلش ننطر شوي، المواطن بينطر شوي بيرجع بيتلفن بعد شوي. هلا احنا واصلين على شغله كتير مهمه، مبادئ الشفافية. نحن ما بدنا هالبطاقة تكون بطاقة انتخابية، بدنا إياها هيدي بطاقة تنساعد 750 ألف عائلة بلبنان شو ما كان انتمائهم السياسي أو الطائفة أو المنطقة أو حيالله شيء. نحن هول هن المعايير اللي شفتوهم. كيف رح نتأكد؟ أولاً مثل ما قلت لكم رقم الهوية بكل بلاد العالم يلي فيه برامج مثل هولي دايما بيعتمدوا على رقم لكل مواطن، مثلا بأمريكا Social Security Number، بالأردن لكل واحد عم بيعطوه رقم، بمصر كمان. لما عنا رقم لكل فرد بلبنان يعني نحن مأكدين انه ذات الفرد ما عم بيتسجل مثلا بعائلتين. في بلد ما رح قلكن اسمه في 3 ملايين عائلة تسجلوا 6 ملايين. هيدي هون ما رح تصير. ليش؟ لأنه ما في يكون ازدواجية، لأنه رقم الهوية رح يكون الرقم الوحيد يكون للأشخاص البالغين أو غير بالغين، يعني عمره 5 سنين 3 سنين 15 سنة رقم هوية مطلوب حتى نتأكد أنه هيدا الشخص ما تسجل مرتين وثلاثة. ما فينا نحن على المنصة أنا فوتت معلومات
ما حدا في فوت على هالمعلومات ويغيرها إلا أنا. هلأ بالمعلومات اللي أنا فوتها في قسم منها فيني غيرها، قسم منها ما فيني غيرها، بس ما حدا ولا بوزارة الشؤون ولا بالتفتيش ولا محل في حدا يفوت ويغيرها. خلص هيدي الداتا تبعيتي، ما حدا بيغير لي كل شيء. قرار الاستبعاد يعني رح نستثني ناس، ما في شيء بينعمل لانه انا قررت او اجاني تليفون او شيء، كله ممكنن. ماشي، فاتت الداتا، تظهر الداتا، ما بنعرف شو بيصير بالنص الا انه في هول المعايير، هل هالشخص هالاسره فاتت هالمعايير او لا. الكمبيوتر رح يقرر على اساس هالمعايير. طب ما فيني انا او مين ما كان يفوت يقول لا هيدا حرام، هيدا بيقربني، هيدا معي، هيدا هيدي ما مش معقوله. اوكي، المكننه شامله، شامله نحن بكل، يعني مش بس بقصه انه الاستثناء وش اسمه، كل شيء ممكنه، كل شيء عم نعمله، كل البرنامج ممكنه قصدا حتى نامن مبادئ الشفافيه. هلأ كحوكمة للمشروع، يعني كيف رح نتأكد انه كل شيء قلناه رح يصير؟ هيدي يعني الحوكمة. اولا المشروع رح يصير باشراف، اوكي كتير مهم، هول الثلاث نقط كتير مهمين. كل البرنامج رح يصير باشراف ومراقبة تفتيش المركزي، اللي كلنا بنعرف انه تفتيش المركزي عنده استقلالية تامة من كل الوزارات وكل الدولة اللبنانية. ثانياً رح نجيب تدقيق خارجي، يعني كيف البروغرام ESSN جايب مدقق أو مدققين خارجيين حتى يجوا يتأكدوا إنه يلي نعمل هو حسب المعايير المحطوطة وحسب كل شيء قلناه قبل، كمان رح نجيب حدا براني يجي يتأكد. ورح نستعمل يعني بالأحرى رح نستعمل زيت الشركة يلي البنك الدولي رح ينقيها مع وزارة الشؤون تتعمل هالتدقيق كرمال الـ ESSM. هيدا البرنامج مثل ما قلت لكم بالأول عم ننفذه كله بحذافيره، ما في سطر، ما في كلمة ما اتفقنا عليها مع البنك الدولي، يكون بهال يلي شفتوه هون او بكل شيء يلي ما شفتوه يلي وراه كل الشغل يلي عملناه كله بحذافيره. نحن في توافق كامل مع البنك الدولي حتى نأمن مثل ما قلت لكم الشفافيه. حكي هيديك الساعه معالي الوزير عن الESSN، رح اقول بس شغله واحده، بس ذكر شغله واحده، يلي رح يعبي هالاستمارة نحن رح نتصل فيه نقول له انت بركة فيك تفوت على هالبرنامج. يعني هو منه عايز يجي يقول انا بدي استفيد. كمان بالبرنامج حطينا اسئلة يلي بتساعد، يعني في الاسئلة للمعايير يلي نحن حكيناها للبطاقة التمويلية يلي اقرها بلش احكي بالكرافنة المجلس النواب، بس كمان حطينا غير معايير يلي رح نستعملها حتى نساعد البنك الدولي ووزارة الشؤون انه يقرروا انه مين بركة فيه يستفيد من هيدا البروغرام. يلي منقرر انه البرنامج هو رح يقرر، يعني بيقرر انه معقول يستفيد من هالبرنامج، رح يصير في زيارة منزلية تا يتأكد اولا انه المعلومات اللي عندنا مزبوطة، بس ثانيا تناخد معلومات زيادة عن الأشخاص يلي فيهم يستفيدوا من هالبرنامج. وهذا البرنامج كتير منيح لأنه رح يعطي مساعدات إضافية للأسر، خصوصا للأسر اللي عندهم أولاد بين 13 و 18 سنة. وشكرا. إذا بتسمح معالي الوزير، بس في كم نقطة يمكن شوي بيخلقوا أسئلة
هي كيف بدها تتم عملية المكننة، يعني كيف بدنا نتأكد من هالمعلومات من الأمن العام بالنسبة للسفر، بالنسبة للخدم، من مصرف لبنان بالنسبة للإيداعات المصرفية، بالنسبة للإيجارات، كله هيدا رح يكون بطريقة مكننة. يعني في شيء اسمه API Application Programming Interface بينعمل بين الداتابيس يلي هي يعني قاعدة البيانات يلي هي موجودة عنا وقاعدة البيانات بالأمن العام أو قاعدة البيانات بمصرف لبنان أو بطريقة أوتوماتيكية. منشان هيك مثل ما قال معالي الوزير نعمة، داتا إن يعني أبليكيشن إن، في عنا أبليكيشن أوت، بالنص ما في حدا يقدر يتدخل بهذه المعلومات، مندخل الاسم والأشخاص بالعائلة بيطلع الحسبة بالآخر مين الأشخاص المستفيدة وبأي كميات. وهون بدي أرجع أكد إنه الدفع حيكون لكل الأشخاص المستحقين. إذا الواحد تأخر بالطلب أو تأخر ليجيب الهوية كله حيكون عم بياخد مصرياته ابتداء من ابتداء البرنامج. نحن التارجت هو بأكتوبر للدفع لحتى تكون الناس قدمت، يعني بعد شهر. إذا الشخص لا قدر جاب البطاقة الهوية طلع مثلا بديسمبر بشهر 12 بيقبضوا ابتداء من أكتوبر، يعني ما في حدا اللي حتروح عليه السنة المالية الكاملة. أوكي؟ هلأ بترك الكلام لسعادة القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي. يعطيكم العافية. تحت رقابة وإشراف التفتيش المركزي طور التفتيش المركزي طرق الرقابة والإشراف لديه منذ عام من أدار 2020 لتصبح رقابة آنية مع الوقت الحاضر للتنفيذ، وهيدا الأمر الجديد في الرؤية الرقابية الجديدة. نحن اليوم منا بالطرق التقليدية، مش عم ننطر لحتى الأمور تصير ونعمل تحقيقات ونصرف وقت ونحقق بعد سنة وسنتين واللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. التطوير صار منذ آذار 2020 على أنه الرقابة يصبح بشكل آني. هيك بوقت طورنا منصة إمباكت بين البلديات والوزارات، هيك أجرينا عدة أمور رقابية، عززنا التسلسل الرقابي بجائحة كورونا سنة الماضية، رجعنا الخدمة العامة للناس، قيمة تحسين أساليب العمل التي قام بها التفتيش المركزي من صلب مهامه أنه نقدر نوصل هالخدمة للمواطن اللبناني بعدالة مجتمعية. وهذا الأهم، العدالة المجتمعية هي أنه الكل يكون عم بياخد حقه بالخدمة العامة بدون مني، بدون ما يدفع رشوة، بدون ما يستعطي حدا. واليوم الأمر سيكون إذا الله راد لنجاح أفضل، لأنه مثل ما تفضلوا معاليهم اللي عم بيصير هو أنه كل معايير الرقابة رح تكون دخلت على المنصة، وبالتالي التحقق رح يكون من خلال APIs مع مختلف الإدارات. رح نكون عم نجري رقابة نوعية، هالرقابة رح نكون من خلالها عم نعمل تقارير، وهالتقارير رح ترفع على اللجنة لتصويب كل الخطوات بحسب المبادئ الأساسية. شو هي المبادئ اللي اعتمدناها؟ اللجنة اعتمدتها، ونحن هيدا المبادئ اعتمدناها من وقت ما أسسنا وطورنا منصة إمباكت. خمس مبادئ: عدالة في التوزيع، 2 محاسبة، 3 أمن البيانات، 4 خصوصية البيانات، والشفافية. وهيك تعودتوا علينا وقت اللي كنا عم نعمل رقابة على كل البرامج اللي طبقناها مع مختلف الوزارات على المنصة. كنا فتحنا شيء اسمه Open Data على Impact Page. هيدي كتير مهمة لأنه بتفتح اليوم الجداول البيانات التفاعلية وبتكون بمتناول الصحافة البنائية، بمتناول الجمهور، وهيك بنكون عم نشارك أيضا الرأي العام بالرقابة. ومثل ما تفضلوا رح أرجع عيد، بناء الثقة هو شيء أساسي لنبني الثقة بين المجتمع والإدارة من جديد، وبين المجتمع الدولي وإدارتنا من جديد. بس في شغلة بدي أقولها تفضل فيها معالي، بالنسبة للرفع السرية إلكترونيا رح يصير، نحن مش بحاجة لتفويض خطي، التفويض رح يكون إلكتروني ولرب الأسرة من أجل أنه يكون عم بيستوفي المبلغ، والسرية المصرفية أيضا رح يكون رفعة إلكتروني. فضلا عن هذا الأمر هناك شيء أساسي، المحاسبة. كل من يدخل معلومات رح يتبين من خلال التحقق المعلوماتي والممكنن أنه معلومات غير صحيحة، رح يتم إحالة هالأمر للمساءلة القضائية
ورح يتم استرجاع الأموال فضلا عن إيقاف حقه بالاستفادة. وشكرا. معلش إذا حدا غلط بشيء صغير يعني ما بيصير محاسبة، بس إذا قال أنا عندي 2000 دولار بالبنك وهو عنده مليونين دولار، لا رح يصير فيه محاسبة. بس سؤال في وقت معين، حتى لو كان في مفهوم في وقت معين بالفعل في ناس رح تبلش تستفيد منه، يعني رح تدخل فعليا حيز التنفيذ. بعدين احنا عم نحكي عن 500,000 عائلة بوقت في 75% من الأسر بحاجة لهذه البطاقة. هدول 500,000 عائلة قديش نسبتهم تقريبا، يعني قديش نسبة الأسر يعني رح تدخل؟ رح بلش بالسؤال الثاني. كتار من الناس بيرددوا أمرار أرقام بلا ما يعرفوا شو أساسها. منين إجت 750,000؟ بدها تكون من مصدر. الدراسة عملتها الـ ILO، منظمة العمل العالمية، وعلى أساسها تبين إنه في عنا حوالي 74 لنكون أكيدين دقيقين بالمية من العائلات اللبنانية يتقاضى معدل الفرد فيها أقل من 708,000 ليرة شهريا. شو معناتها؟ يعني العائلة إذا فيها 5 أشخاص يعني أقل من 3.5 مليون ليرة. أوكي؟ يعني بير كابيتا للشخص عم بيكونوا أقل من 708,000 ليرة لبنانية المعدل. من هون إجت فكرة 75% من العائلات اللبنانية. الحكومة لما تقدمت بالبرنامج لمجلس النواب تقدمت على أساس نغطي 750,000 عائلة، لكن مجلس النواب ارتقى إنه اللي رح يستفيدوا من برنامج قرض البنك الدولي وبرنامج القائم بوزارة الشؤون يلي هو برنامج الأسر أشد فقرة اللي رح يغطي بالتوتال 250,000 عائلة، هودي يستثنوا، وال500,000 اللي باقيين بتغطيهم البطاقة التمويلية. سو البطاقة التمويلية بالمبدأ هي ل500,000، والباقيين بياخدوا من برامج تاني. 250,000 عائلة من البرامج يلي هي من خلال البنك الدولي، من خلال منح من المجتمع الأوروبي. أوكي؟